الرجال هو 14 شوط مرات. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل وفيها. الإرهاب يضرب قلب الضاحية الجنوبية ومواقف محلية ودولية منددة. اعتداء على وزير الداخلية في مسرح الانفجار والجيش ينجح بمساندة حزب الله بإخراجه من المنطقة. تعيين الببلاوي رئيسا للوزراء في مصر والقوات المسلحة تؤكد الحفاظ على السلم العام مهما كان الثمن. في بداية النشرة نهنئ العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. تتواصل التحقيقات في تفجير بئر العبد الذي أوقع بحسب وزارة الصحة 53 جريحا إصاباتهم طفيفة، وبغض النظر عن هوية الفاعلين فإن الثابت أن خرقا أمنيا طاول منطقة حزب الله رغم الإجراءات التي اتخذها في المدة الأخيرة وأوقف بموجبها عددا من المعارضين السوريين وأبعد آخرين من المتشددين. مصادر أمنية ذكرت أن العبوة من نوع سيفور ويبدو أنها وضعت داخل سيارة كيا لم يبق منها شيء سوى محركها، وحتى أن رقمها لم يتبين بالكشف على الشاسي. وأوضحت المعلومات أن الانفجار حصل بعد دقيقتين من ركن السيارة في المرأب وبساعة توقيت، مع استبعاد فرضية أن تكون فجرت عن بعد. الانفجار الذي ضرب منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية وقع داخل مرآب للسيارات قرب مهنية الحسين بن علي بالقرب من مركز التعاون الإسلامي. ضوي الانفجار الذي سمع على مسافات بعيدة أعقبه تصاعد سحب الدخان الأسود ومسارعة فرق الدفاع المدني وسيارات الصليب الأحمر لنجدة الجرحى الذي بلغ عددهم 53 وفق وزارة الصحة. وفي المعلومات نقلا عن مصادر قضائية أن الانفجار ناتج عن عبوة كانت موضوعة داخل سيارة وبلغت زينتها حوالي 35 كيلوغراما، وتسببت بأضرار مادية جسيمة خصوصا في حوالي 15 سيارة كانت مركونة في المكان. وأفادت المصادر أن لا موقوفين ولا مشتبه بهم حتى الآن. وسجل انتشار كثيف لعناصر حزب الله في محيط مكان وقوع الحادث، وبحسب بيان صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه فقد فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، فيما حضر الخبير العسكري وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص لكشف ملابساته وتحديد هوية الفاعلين، كما حضرت القوى الأمنية وضربت طوقا أمنيا لتبدأ بعدها التحقيقات ورفع الأدلة الجنائية. عدد من النواب تفقد مكان الانفجار، ومن بينهم عضو كتلة نواب حزب الله النائب علي عمار الذي اعتبر أن البصمات الإسرائيلية واضحة في الانفجار. على الضاحية الجنوبية حاضنة المقاومة أن تستهدف في مثل هذه الأعمال الدنيئة الخبيثة التي يتضح من خلالها بصمات العدو الإسرائيلي وأدواته. إشارة إلى أن فريق عمل تلفزيون المستقبل تعرض خلال عمله أثناء تغطيته خبر الانفجار في الضاحية للمنع والملاحقة. وشهد مسرح الانفجار اعتداء من قبل الجموع الغاضبة على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل خلال تفقده المكان. شربل نفى تعرضه لاعتداء وقال في أحاديث صحفية إن الجميع استقبلوه بالقبلات، لكن الشاب لم يكن طبيعيا ولا ينتمي إلى حزب الله أو إلى حركة أمل. رمى أحد العسكريين بعبوة مشروب غازي، فما كان من الأخير إلا أن أطلق النار في الهواء، مما أدى إلى حال من الخوف لدى العسكريين المواكبين له من اعتداء محتمل، فأحاطوا به ورافقوه بسرعة إلى أحد المباني حيث مكث بعض الوقت مع مواكبة من حزب الله. طبعا
خلق فتنة طائفية، فتنة سنية شيعية، هذا هو اللي عم بيحاولوه. بس بقدر بقول لك انه لا السني رح يقبله ولا الشيعة رح يقبله لو شو ما صار. انا ما عندي حياة معلومات اولية بعد ما في شيء. ما لبث وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل من الانتهاء من تصريحه من موقع الانفجار في بئر العبد حتى تعرض لسيل من الشتائم والتعابير النابية من قبل جموع من المحتجين الذين أطلقوا صيحات الاحتجاج ورشقوه بالحجارة. وأعقب ذلك إطلاق نار في الهواء من قبل عناصر حزب الله والقوى الأمنية لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين. احتجز شربل لأكثر من ساعة داخل أحد المباني قبل أن ينجح الجيش اللبناني وعناصر حزب الله من إخراجه من المكان. حال الهرج والمرج الذي ساد في مكان الحادث وصل إلى حد وضع صورة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على آلية تابعة للجيش. وبعد الاعتداء عليه تلقى الوزير شربل اتصالين هاتفيين من عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار ووزير الصحة علي حسن خليل باسم حركة أمل، وشكراه على زيارته التضامنية للضاحية الجنوبية ووقوفه إلى جانب الأهالي، واستنكارا لما جرى من بعض التعبيرات العفوية من بعض المواطنين في حالة الانفعال بحسب تعبيرهما. حصيلة التفجير الإرهابي في منطقة بئر العبد 53 جريحا توزعوا على مستشفيات الضاحية. معظم جرح انفجار الضاحية الجنوبية نقلوا إلى مستشفى بهمن، حيث غصت الباحة الخارجية بسيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى غرف الطوارئ التي جهزت فور سماع الطاقم الطبي صوت الانفجار. أول شيء بحب طمن جميع المواطنين أنه ما في ضحايا بمستشفى بهمن. الإصابات هي إصابات خفيفة وكلها تحت السيطرة الحمد لله، عم يتم معالجتها بالطوارئ، ما في حالات حرجة بدها عناية أو بدها عمليات. يعني الحمد لله الله بيلطف، رحمة الله كبيرة الحمد لله. وين كنتوا لما؟ أنا كنت ببيتي على الجاموس، بس أولادي كانوا بنفس البناية اللي طلع الانفجار فيها عبير العبد. كنت عن جدة بقلب البيت؟ ايه. وشو صار؟ دغري اجوا عم يقوصوا البيت على الاخر، اجوا كسروا الازاز على خي وعلى وعلي. وهلا انت منيحه؟ منيح. حال من الهلع والخوف سادت المستشفى وسط حالات اغماء احيانا. نواب من حزب الله عادوا الجرحى وسط اسف لكون معظمهم من الاطفال. كلهم متجاوزين مرحله الخطر، لكن ما ألمنا كثيرا أن الكثير من الجرحى هم من الأطفال، والأطفال الذين لم يتجاوز بعضهم لم يتجاوز عمره 3 سنوات و4 سنوات. أهل الضاحية الجنوبية أساتذتنا، هن بيعلمونا، هن بيعلمونا، هن علمونا المقاومة، وهن علمونا الصبر، وهن علمونا التعالي على الجراح. وزير الصحة العامة علي حسن خليل أعلن أن عدد إصابات الانفجار الإرهابي بلغ 53 إصابة نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، غادر منهم 41 إصابتهم طفيفة، فيما بقي 12 لتلقي العلاج وجروحهم غير خطيرة. وقد أوعز الوزير خليل إلى جميع المستشفيات تقديم العناية للمصابين الذين ستتكفل وزارة الصحة بتغطية كامل نفقات العلاج لهم. صحيفة الوطن السعودية ذكرت أن انفجار بئر العبد أوقع 13 قتيلا من حزب الله، تحفظ الحزب من الإعلان عنهم بعد منع وسائل الإعلام من دخول المنطقة. وأضافت وفق معلومات أمنية أن الانفجار وقع بعد أقل من 5 دقائق على خروج موكب قيادي بحزب الله من المرآب الذي وقع في داخله الانفجار. مجلس الأمن باشر مشاورات لإصدار بيان رئاسي اليوم أو غدا يدعم استكمال تنفيذ القرار 1701، ويركز بصورة خاصة على حماية لبنان من الامتدادات المحتملة للأزمة السورية ومساعدته على استضافة اللاجئين السوريين. وقد قدمت الولايات المتحدة مشروع بيان رئاسي طويلا يدعو إلى احترام القرارات الدولية، ويعبر عن القلق العميق من التطورات الجديدة المتصلة بمشاركة أطراف اللبنانيين في القتال داخل سوريا، داعيا إلى إعادة التزام سياسي أو إعادة التزام سياسة النأي بالنفس
والاتحاد خلف قيادة الرئيس ميشيل سليمان. التفجير الإرهابي في بئر العبد يطرح المزيد من الأسئلة على الغاية والأسباب. تقرير منير الربيع. بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي استهدفت حزب الله ومناطق نفوذه، اعتداء بسيارة مفخخة يضرب معقله قلب الضاحية الجنوبية هو الأول منذ العام 2004 وفي منطقة ذات كثافة سكانية، اعتداء يطرح أسئلة عن الطرف الذي يقف خلفه. الحساب ما بين حزب الله وإسرائيل هو إرث ثقيل جدا، ولذلك من هون لابد أولا من التطلع على إمكانية أن تكون إسرائيل وراء مثل هذا الهجوم. شيء ثاني، يعني حتى في فئات سواء لها علاقة بالأزمة السورية موجودة على الأرض اللبنانية يمكن أن تستهدف حزب الله، وهناك أيضا الآن بعض المجموعات اللبنانية وعلى أثر ما حدث في عبرة وغير عبرة يمكن بالواقع تواجد خلية متطرفة من إرهابية أن تقوم بعمل من هذا النوع. هذا العمل الأمني يأتي في مرحلة بالغة الدقة، إذ يشهد لبنان انقساما عموديا حادا بسبب مشاركة حزب الله في القتال في سوريا، ويشير مراقبون إلى إمكان توسع التوتر. هذا رأس جبل الجريد، وبأنه لبنان في ظل هذا الانقسام وفي ظل هذا التعثر السياسي الذي بات يهدد بالواقع بفراغ سياسي وقد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى فراغ أمني، يجب توقع المزيد من هذه الهجمات، وخاصة إذا كانت هذه الهجمات تستهدف يعني هدفا مقصودا كما هو الوضع في حزب الله، وبأن الظروف القائمة اليوم هي مؤاتية لاستهداف حزب الله. الفراغ السياسي الذي يلف لبنان والذي أرساه حزب الله لخدمة ارتباطه بمخططات خارجية كشف لبنان أمنيا، وطبيعة انفجار بئر العبد تثير شكوكا حول الغاية منه ومن استهدافاته. تتابعون في الصباحية بعد الفاصل المزيد من المواقف المنددة بانفجار بئر العبد. نواصل تقديم الصباحية. دان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الانفجار معتبرا أن العودة إلى هذه الأعمال تعيد التذكير بصفحات سود عاشها اللبنانيون في فترات سابقة وهم يريدون محوها من ذاكرتهم. وجدد الرئيس سليمان الدعوة إلى التفاهم والحوار بين اللبنانيين والتزام أعلان بعبده. الرئيس سعد الحريري اعتبر من جهته أن تفجير المجرم يحملنا على التنبيه إلى وجوب العودة إلى التوافق الوطني وتفادي الانزلاق في حروب لن يكون مردودها على لبنان سوى المزيد من الانقسام. أكد الرئيس سعد الحريري أنه لا يمكن لأي لبناني إزاء المشهد الإجرامي المروع الذي شهدته الضاحية الجنوبية من بيروت إلا أن يعبر عن مشاعر السخط والإدانة للجريمة التي استهدفت أحد أكثر الأحياء المكتظة بالسكان، ويدعو إلى أعلى درجات الوعي واليقظة في مواجهة المخاطر التي تحيط بنا وبكل المنطقة، خصوصا في مواجهة محاولات العدو الإسرائيلي للدفع نحو الفتنة عبر تنظيم العمليات الإرهابية كما حصل اليوم. وأضاف الرئيس الحريري إذا كان هذا المشهد يعيدنا بالذاكرة إلى مشاهد مماثلة أوقعت القتل والخراب في العاصمة خصوصا وفي العديد من المناطق اللبنانية، فإن التفجير المجرم الجديد في الضاحية يحملنا على التنبه إلى وجوب العودة إلى التوافق الوطني على تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وتفادي الانزلاق في حروب لن يكون مردودها على لبنان سوى المزيد من الانقسام ووضع الاستقرار الوطني في دائرة الخطر الدائم وتعريضه لمؤامرات العدو الإسرائيلي. الرئيس الحريري استنكر بأشد العبارات التفجير الإرهابي وما خلفه من ضحايا بريئة في صفوف المدنيين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالسلامة والعافية. كما توجه الرئيس الحريري إلى السلطات الأمنية والقضائية المختصة مؤكدا على الحزم في إجراء التحقيقات الآيلة إلى الكشف عن المجرمين دون أن يعفي ذلك القيادات السياسية من مسؤولية التصدي للمشكلات الحقيقية التي تقف وراء تردي الأوضاع وتتسبب بالخروقات الأمنية المتنقلة. رأت كتلة المستقبل النيابية أن اليد المجرمة التي ارتكبت جريمة التفجير هدفت إلى زعزعة الأمن وإشعال نار الفتنة في لبنان.
كتلة المستقبل التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة دعت إلى تكثيف التحقيقات لكشف المجرمين والتنبه لأغراضهم الخبيثة لضرب الوحدة الوطنية. كما تستغرب الكتلة بعض المواقف والأصوات المعيبة التي صدرت في مكان التفجير، والتي تدل على تعبئة تعمل على إشعال نار الفتنة بين أفراد الشعب اللبناني الذي يجب أن يتحد في مواجهة المجرمين. ولعل أول الغيث في هذا المجال هو تصريح نائب رئيس حكومة العدو الإسرائيلي ووزير دفاعها الذي أعلن أن إسرائيل غير متورطة بتفجير بئر العبد الذي هو نتيجة النزاع السني الشيعي. الكتلة أكدت أن لبنان لا يمكن أن يحكم من فئة أو طائفة أو حزب، وأن مؤسساته لكل الوطن. كتلة المستقبل اعتبرت أن خطوات الجيش توقيف عسكريين مخالفين على خلفية أحداث عبرة تشكل بداية جيدة للمحاسبة الجدية، لافتة إلى أنها بانتظار نتائج التحقيق لجهة مشاركة حزب الله وموسى اللحي في المعارك. تستغرب الكتلة أشد الاستغراب الحملة المغرضة التي تستهدف تيار المستقبل ونوابه ومن اتجاهات مختلفة، والتي تزعم أن التيار يريد تعطيل المؤسسات وتفريغها ونشر الفتنة. إن هؤلاء الذين يدعون الحرص على الدولة والمؤسسات والجيش هم الذين قاموا بضرب مؤسسات الدولة واختراقها والتطاول على الجيش اللبناني وصولا إلى اختراق وأخضاع بعض أجهزته. الكتلة استغربت إقامة السواتر داخل الأراضي اللبنانية مبدية الخشية من أن يكون من وراء القضم حصارات على عرسال. أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن خشيته من أن يكون تفجير الضاحية بداية مسلسل التفجيرات، وأكد بري في حديث تلفزيوني أن تحالف 8 من آذار على مستوى الملفات الداخلية لم يعد موجودا، معلنا أنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن حركة أمل وحزب الله سيسميان الوزراء الشيعة، وأنه سيقدم له لائحة طويلة من الأسماء للاختيار منها، وأضاف: سنفاوض بشكل منفصل عن تكتل التغيير والإصلاح. وكان الوزير جبران باسيل أبلغ الرئيس سلام خلال لقائهما في المصيط بأمس الأول أن تكتل التغيير والإصلاح لم يعد جزءا من فريق 8 من آذار، وأن التكتل يطلب تمثيله في الحكومة بمقدار حجم تمثيله النيابي، لكن سلام أبلغه كما قالت الجمهورية أنه لا يوافق على هذا الطرح، مؤكدا أنه لا يمكن استنساخ مجلس النواب في مجلس الوزراء الذي يقضي الدستور بأن تمثل الطوائف فيه تمثيلا عادلا، ولا يتحدث عن تمثيل تكتلات سياسية ونيابية. على صعيد آخر، وجهت السيدة نازق رفيق الحريري للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا رسالة تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وأملت بأن يحمل معه الأمن والاستقرار في هذه الأيام الصعبة، واستنكرت باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري العمل الإرهابي الذي طال الضاحية الجنوبية. أبدت السيدة نازك رفيق الحريري أسفها العميق حيال الاعتداء الذي استهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأيام المباركة، واعتبرت أن هذه الجريمة ضربة موجهة إلى كل لبنان، وأعربت باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن أشد الاستنكار لهذا العمل الإرهابي الذي يعيد إلى الذهن مشاهد التفجيرات الجرمية التي توالت على لبنان منذ العام 2005، وأودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار. ورأت السيدة الحريري أن يد الفتنة المتربصة بلبنان والرامية إلى دس التفرقة وزرع الشقاق بين أبنائه لا يمكن مواجهتها سوى بالتمسك أكثر من ذي قبل بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي ومبادئ العيش المشترك، وأكدت أن مناعة الوطن في وجه مساعي التخريب وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية تبنى بالمضي إلى الأمام في عملية إعادة بناء الدولة الحرة السيدة المستقلة التي قادها الرئيس رفيق الحريري طوال مسيرته الوطنية.
وأملت السيدة نازك الحريري بأن يحمل شهر رمضان المبارك معه الأمن والاستقرار، وإذ هنأت الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بحلول الشهر الكريم، تضرعت السيدة نازك إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ لبنان وأهله ويعيد هذا الشهر الكريم بفيض من الخير والبركة على الجميع، راجية كشف الحقيقة والنقاب عن كافة الجرائم التي طالت الوطن حتى يستقيم ميزان العدالة، وهو الضامن الوحيد للأمن والسلام في لبنان وفي المنطقة العربية بأسرها. بعد الفاصل في الصباحية، حمص تحت رحمة همجية صواريخ النظام. في مصر، سقط قتيلان وجرح 6 من الجيش المصري في هجوم مسلح على نقطة تفتيش للأمن المركزي في سيناء. أما سياسيا، فعين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وزير المال السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الجديدة، كما عين محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية. إلى ذلك، قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. بعد يوم دام في مصر، توالت الدعوات إلى التظاهر في الميادين المتقابلة. جماعة الإخوان دعت أنصارها للمشاركة في تظاهرات حاشدة تحت اسم مليونية الشهيد. يأتي ذلك بينما يواصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اعتصاماتهم في محافظات عدة للمطالبة بعودته لمنصبه، ورفضا لأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري. في وقت تواصلت الاعتصامات في ميدان التحرير تأييدا لعزل مرسي. وبعيدا عن لعبة الشوارع، أصدر الرئيس الانتقالي عدلي منصور إعلانا دستوريا يعطيه سلطة إصدار القوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، وأعلن أن استفتاء على دستور جديد للبلاد سيتم بعد 4 أشهر، تليه الدعوة إلى انتخابات برلمانية، في حين أن الدعوة إلى انتخابات رئاسية ستكون بعد 6 أشهر. وحدد الإعلان الدستوري أيضا مهلا واضحة للخروج من الأزمة السياسية سريعا، فوضع 15 يوما للرئيس المؤقت للدعوة إلى الانتخابات بعد الموافقة على الاستفتاء، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد أسبوع على انعقاد البرلمان الجديد. وفيما رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري، اعتبره حزب النور رسالة طمأنة، فيما أكدت حركة تمرد أنه لم يتم التشاور معها وستقدم تعديلات عليه. الإعلان الدستوري اللي طلع امبارح، فطبعا الرئيس أصلا دون، لا الشعب جابه ولا حد جابه، ولا هو رئيس شرعي ولا اصلا اقسم يمين على شيء شرعي. الحل ان هو مصالحه وطنيه، بس انا مش عارف المصالحه هتتم ازاي وانت عندك رئيس اصلا معجوز ومعزول، ما نعرفش قصته ايه. وعلى الصعيد الحكومي تتواصل المشاورات في هذا الشان، واعلن حزب النور انه سيقبل اختيار وزير الماليه الاسبق سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت. وفي ردود الفعل، يزور وزير الخارجيه الاماراتيه الشيخ عبد الله بن زايد القاهره على رأس وفد لإبداء دعمه للشعب المصري، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وسيلتقي الوزير الإماراتي الرئيس المصري المؤقت ووزير الدفاع. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء تصاعد العنف في مصر واستمرار الأزمة السياسية في البلاد، داعيا المصريين إلى أن يدركوا أن الطريق الذي تسير فيه البلاد الآن محفوف بالمخاطر. أكدت القوات المسلحة المصرية في بيان أنها ستحافظ على السلم الأهلي مهما كان الثمن. أن قواته المسلحة واقفة حيث يريد منها الشعب أن تقف، بأمانة وصدق، قادرة بإذن الله على واجبها ومسؤوليتها، مدركة لمخاطر الظروف التي تجتازها الأمة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة. إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر، وهو الممثل الشرعي لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب. وصف الأزهر الشريف حديث الشيخ يوسف القرضاوي حول اتهام القوات المسلحة
بعمل انقلاب على الرئيس مرسي بأنه فتنة وإساءة لملايين المصريين الذين خرجوا في تظاهرات 30 يونيو. في سوريا سقط أمس أكثر من 70 شخصا بنيران كتائب الأسد التي تستكمل حملتها العسكرية على أحياء حمص المحاصرة. هذا مسجد الصحابي خالد بن الوليد في حمص تدكه صواريخ النظام عشية شهر رمضان المبارك. القصف العنيف براجمات الصواريخ والمدفعية استهدف كذلك مجمل أحياء حمص المحاصرة وتركز على حي الخالدية الذي تدور فيه اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بعناصر من حزب الله. ريف حمص يقصف كذلك بالمدفعية الثقيلة والدبابات على مدن تلبيسة والحولة وبلدة الدار الكبيرة في ظل مواجهات عدة على عدة محاور. في دمشق هز انفجار حي القابون فيما استهدفت المدفعية أحياء برزة وجوبر ومخيم اليرموك التي شهدت كذلك مواجهات منها ما تركز بالقرب من مدخل الشرطة العسكرية في حي تشرين. قوات النظام عمدت في حرسته إلى تفخيخ وتفجير الكثير من المنازل إلى جانب قصفها جوا وبرا العديد من مدن وبلدات الريف الدمشقي في ظل اشتباكات عنيفة في مدن دارية والغوطة الشرقية. الاشتباكات بين الجيشين الحر والنظامي اشتدت حدتها في حي صلاح الدين في حلب فيما استهدف عناصر الجيش الحر تجمعات الأسد بالقرب من دوار الشيحان ومبنى الدفاع المدني في حي الأشرفي. بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر الرئيس الجديد للائتلاف الوطني أحمد الجربة في زيارة إلى إدلب. وكان الجربة وفي مؤتمر صحفي أعلن عن مساعدة تبلغ قيمتها $1 مليون يقدمها الائتلاف الوطني السوري بشكل عاجل وفوري لمدينة حمص المحاصرة في مسعى للتخفيف من أثار الحصار الخانق الذي تتعرض له المدينة وأحياؤها. في ختام الصباحية إعادة ثانية لعناوينها. الإرهاب يضرب قلب الضاحية الجنوبية ومواقف محلية ودولية منددة. اعتداء على وزير الداخلية في مسرح الانفجار والجيش ينجح بمساندة حزب الله بإخراجه من المنطقة. تعيين الببلاوي رئيسا للوزراء في مصر والقوات المسلحة تؤكد الحفاظ على السلم العام مهما كان الثمن. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. يوم الأحد كان هو 14 مرة.